قرابة 1000 مهندس وفني يعملون على 4 خطوط لتجميع عجلات الصالون الإيرانية والصينية في الشركة العامة لصناعة السيارات في الإسكندرية شمالي بابل. أما العجلات التخصصية فهي الإنتاج الآخر في الشركة من رينو الفرنسية لتجهيز دوائر الدولة الذي بات يعتمد على طلب الدوائر حصراً على الرغم من الأسعار التنافسية قياساً بالقطاع الخاص. نشتغل حالياً على أوامر عمل يعني على طلبات دوائر الدولة، يعني لما دائرة دولة يردون يدزوننا كتاب، قدمنا عروض لكل دوائر الدولة وبكتاب من وزارة الصناعة والمعادن. حقيقة الاستجابة ضعيفة نوعا ما. 400 سيارة تخصصية متروكة في المخازن منذ سنوات تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دينار بسبب عزوف الدوائر عن شرائها، ما يدق ناقوس الخطر بتوقف الانتاج في السنوات المقبلة. إيرادات الشركة تعتمد على الانتاج، الانتاج يعتمد على التسويق، بما أنه ضعف أو انعدام التسويق موجود حاليا راح يأثر على الوضع المالي للشركة. البيع بالآجل وبأسعار تنافسية وبضمان صيانة لسنة واحدة لدوائر الدولة خطوات اتخذتها الشركة لتسويق إنتاجها، والتي أكدت الحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء بإلزام الدوائر بالتعامل مع الشركة الوحيدة في العراق. من باب الحيدر الشلبي، يو تي في.